ولمناقشة ملف الكهرباء في العراق ودلالات الهجمات التي تستهدف الأبراج ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، معنا من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدعي. مرحبا بك معنا سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم، حياكم. أولا نتوقف عند ما كشفت عنه وزارة الكهرباء من أن خسارة العراق كانت ملياري دولار في 18 شهرا بسبب سقوط أكثر من 70 برجا للطاقة في هجمات مسلحة. أولا، هل يعقل هذه الخسارة الكبيرة وعدم القدرة على حماية هذه الأبراج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة غير قادرة على حماية هذه الأبراج، إذا كانت صادقة في كلامها هذا فهذا يدل على أنها غير قادرة على إدارة الملف الأمني. والعجز الناتج عن عدم تدخل أو الناتج عن عدم تدخل القوات الأمنية في هذه المسألة في الدفاع عن الأبراج التي تنقل تساهم في نقل الطاقة إلى المناطق النائية، فهذا يثير علامة استفهام كبيرة، لأن القوات الأمنية كما عهدناها تقف متفرجة بالعادة عندما تكون هناك قوات أقوى منها وأكثر نفوذا منها وتسلطا منها، عندما تتدخل ومثل هذه القوات وهي الميليشيات التي ذات النفوذ المطلق في العراق، عندما يكون لها حضور فإن القوات الأمنية تقف مكتوفة الأيدي ومتفرجة. فالتصريح الحكومي هو بالحقيقة ناتج عن العجز، وهذا العجز هو بسبب كون أن الميليشيات هي في حديثك إشارة سيد لبيد إلى من يقف خلف هذه الهجمات، هي قوات كما تعتقد حضرتك أكثر قوة من القوات الحكومية، وبالتالي القوات الحكومية تقف عاجزة لأنها إذا اشتبكت مع هذه القوات سوف تخسر يعني. نعم، قولا واحدا، الميليشيات هي التي تقوم بعمليات التخريب، وهي نفس القوات التي قامت بعمليات التخريب أو حرق الحقول الزراعية، وهي نفس الميليشيات والفاعل الذي قام بتسميم الأسماك قبل عامين أو ثلاثة أعوام. هذه الميليشيات تقوم بتنفيذ أجندة إيرانية، لأن إيران تريد أن تبقي العراق في حالة اعتماد دائم عليها، خصوصا فيما يتعلق بملف الكهرباء. نعلم بأن إيران تصدر إلى العراق نحو 7 مليارات كيلو وات ساعة، يعني من وتصدر حوالي 2 صادرات نسبة صادرات إيران للكهرباء إلى العراق تعادل 82% من حجم صادراتها من الكهرباء يعني. وفي كل عام تبلغ صادرات إيران إلى العراق العامة بصورة عامة أكثر من 15 مليار دولار. نعم. يعني هذه الكمية من العملة الصعبة بالحقيقة تغطي كثير من احتياجات الإيران إلى احتياطاتها من العملة الصعبة، خصوصا في هذا الوقت الذي تعاني فيه من نقص بهذه العملة بسبب العقوبات التي تمارس عليها قبل الأمريكا. نعم. طيب، في المقابل تضطر الحكومة لطرح عقود لحماية أبراج الطاقة في وقت تصرف فيه ملايين الدولارات على تسليح وتدريب القوات الأمنية، لماذا لا تقوم القوات الأمنية بذلك؟ القوات الأمنية لا تستطيع أن تقوم بذلك لنفس الأسباب التي ذكرتها سابقا. نعم. القوات الأمنية لا تستطيع أن تواجه الميليشيات، لا تتصادم مع الميليشيات، لأن الميليشيات أقوى نفوذا منها، أقوى ليس أقوى. لكن يفترض أستاذ لبيد أن هذه المسألة يفترض أنها تشكل مسألة أمن قومي بالنسبة للمواطن العراقي، يعني مش معقول أنه تستهدف الأبراج بهذه الطريقة ثم يدفع المواطن العراقي ذلك من المعاناة اليومية لانقطاع التيار الكهربائي، يعني أيا كانت تلك القوات يجب التصدي لها. لا، يعني معاناة المواطن العراقي لا تشكل شيئا في ضمن أولويات الحكومة العراقية. هناك مسألة أخرى، يعني مسألة هدف آخر من هذه الاستهدافات. الهدف هو هدف أيضا إثارة الفتنة الطائفية، لأن كما نعلم كما ذكر كثير من المعلقين أن الاستهدافات تحدث في المناطق التي فيها بين هلالين نفوذ لداعش، ونعلم أن نفوذ داعش أصبح مقصورا ومعزلا جدا، لكنه هذه بالحقيقة يراد بها أنه المناطق السنية هي التي تستهدف بها
الأبراج. لكن تعليق على هذا الكلام، يعني قبل عدة أيام حدثت عدة إسقاطات للأبراج في منطقة جرف الصخر. نعم. ونعرف أن منطقة جرف الصخر هي منطقة مغلقة للميليشيات، حتى القوات الحكومية، حتى رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية لا يستطيع أن يقترب من جرف الصخر. وجرف الصخر حدثت فيها إسقاطات لهذه، وتخريب، عمليات تخريب لأبراج الطاقة الكهربائية. نعم. وكان هذا متزامنا مع إعلان مجلس التعاون الخليجي الذي أكد. نعم. على إكمال جميع اللوازم لربط العراق مع شبكة الكهرباء. نعم. الخليجية. نعم. إذن هناك علاقة إيران لا تريد أن يعتمد العراق على أي جهة أخرى غير إيران في مسألة استيراد وتحسين ملف الطاقة، ولذلك الكهربائية تقود عملية تخريب لهذه المقدرة. شكرا لك أستاذ لبيد الصميداعي، عضو التحالف الوطني المعارضة.